انتم تسمو في لو 7 مع ملاك البكاري من 7 لـ9 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو 7:08. اهلا وسهلا بكم. صباح الورد، صباح النور، صباح الخيرات لكل من التحق بنا ويستمع لنا توا على مدار ساعتين على اي اف ام احلى راديو. كل عاده في الموعد معاكم اليوم، نذكركم بتاريخ اليوم الاربعاء 12 أوت، ساعتين من زمان. نذكركم تنجموا تتفاعلوا معنا سور نوتر باج فيسبوك راديو اي اف ام، كيما تنجموا تفرجوا فينا على المباشر سور نوتر شان يوتيوب اي اف ام تي في. لكن الساعة خلينا بشوية لمحالة التشكيلة. كل عادة ثم نقص فيها عنصر، وانتم ما تعرفوا شكون ما غير ما نقول لكم خولة سليمانية ما توجي روتار. كل عادة يزمها بيي المرة اللي جارة اي اف ام، ولو انها جارة اي اف ام جوستومون تسكن جوست اكوتي. صباح الورد شكيب، اهلا وسهلا. صباح النور، لاباس عليكم؟ الحمد لله يا ربي، ملك الحمد. ان شاء الله كل توانسة في خير وفي نعمة وفي صحة وعافية. امين يا ربي، هذاك المطلوب ان شاء الله، وهذاك نتمناه للناس الكل. يا كابتن، صباح الورد والسرور والخيرات. والخيرات اي، وشنو وقع تعمل في التليفون مقبله وانت في التليفون ده؟ عندي ليه معناها شوف اغاني، معناها اغاني جدد. فما حدا تاع محلاك يا كابتن، محلاك يا كابتن. خلينا نعملوها نهار الجمعه. نهار الجمعه بقى بطلنا ماشي اليوم يا باشا. كيفاش نهار الجمعه؟ ما يسالش حتى اليوم النجمو. لا ما يسالش اليوم بروبوزيسيون شكيب، يلا لما لحضر لنا غنية باش باش بعد قد تحط لنا ذكرى على الغنية اللي تعديت في لبنان. معناها ردود الفعل إيجابية جدا. تري بيان. لا وانا لاسانسور اليوم معطل، خليت الدروش الكل، خلينا الدروش هونت الدرجات. ذكرتك والله مكدوني 2000 درجة في العلا مكدوني. مش خلاص انا شكيب راني مبيتوني يظهر لي تكمل من هوني الجمعة فوالا 4 ايتاج برشا اللي طلعتهم انا ومجدولين. صباح صباح الورد، صباح النور والفل والياسمين. وهي تحكي لي على مغامراتها مع شكون ومع سردوك الجيران كالعاده، ما خليهاش ترقد. يزم حالي مجدولين، تعرفش فما دوافع سياسيه ولا مؤامره؟ رد بالك. او في بالك هو راه نورمال يكون قايد على النهضه هو. في بالك في البلدان الاوروبيه، وانا كانت عندي تجربه خاصه انتردي، اذا كان الجيران تتقلق تكلم الشرطه كريمو راهو، وتجي تحجزوا السردوك هذول. ننصحك تعمل هذايا، ثم قانون في تونس يكفل ذلك. في المجتمع نتاعنا اللي ديما جار يقول لك معناها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مصي حتى على السبع جار. دونك نحن في الاستقبال للجميله اللي قاعده بخطام ثابته توا ديجا قاعده داخله للاستوديو. تفضل يا لالا، ادخل على المباشر. حال النجوم بالكاس نتاعها، بكاس القهوه نتاعها، باش ما نسميش الماركه الاخرى. فهمتك اش جايبه للكابتن اليوم. صباح الورد يا لالا. بونجور. طلع في الورد، طلع في الدروجه. اسمع، كل مره نقول هاني وصلت وما زلنا، هاني وصلت. اربع لاسانسور مكسر. لا كيفاش عرفت انك الطابق الرابع؟ حسي يا فاهمة. اي نسمع فيكم وريحتكم الحلوة البنينة. الكابتن عنده حل، قال لك انا باش نكمل هوني باش يقعد معناها المقر نتاعو باش يولي اي اف ام، عادش باش يروح لدارو. هبوط ساهل توا. بونسيون كومبليت خليك متعبة. لا 4 ايتاج سافا كتاب. هو راهو باقي. لا هي سبورتيفا يا كابتن، هي سبورتيفا ما تتقلقش. يا باش سبورتيفا سبورتيفا تطلع مهما قلب تلو هذا يفشل. يا سيدي مرحبا بكم، احلى لمتكم، والحمد لله اللي اكتملت التشكيلة. نحب نعاقبك في كل مره وما نجمش يا خوله، قلبي ما يعطينيش. قلبي ما يعطينيش. يلا مرحبا بكم، وكل عاده تحيه كبيره لجنود الخفاء في الاخراج باجا، في الاعداد علي عرعود، في الديجيتال وام رابح، في السيت محمد مرزوقي، في المونتاج يسر. برشا اخبار على طاوله النقاش اليوم. شنو هو اللي يعنينا من اللي ما يعنيناش؟ هذا اللي باش نكتشفوه تتشيت. يهمني ما يهمنيش. يلا قولوا لي لي زاردواز نتاعكم حاضرين، وتقولوا لي يهمكم ولا ما يهمكمش. ونبداو اكيد بمستجدات مشاورات تشكيل الحكومه يا كابتن عبير موسي، اللي تتراجع على موقفها بعد ما قالت من شاركت. شو عندي كونديسيون والشرط للمشاركه نتاعي هو انه المشيشي يستثني حركه النهضه من ذلك، لكن على اثر قراره بالتوجه نحو تكوين حكومه كفاءات مستقله. ايبا الدستوري الحر، وعبير موسي تاكد انها تكون في الموعد المحدد اليوم في قصر الضيافة بقرطاج، وباش تلتقي المشيشي وتنضم لمشاورات تشكيل الحكومة. أيضا
مادامنا نحكيو على لي رياكسيون نذكر اللي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عقب لقائه بالمشيشي يقول انه حكومة الرئيس اثنين يوصفها بحكومة الرئيس اثنين رغم انه تجربة سابقة باءت بالفشل ودعا انصار ائتلاف الكرامة الى الاستعداد لانتخابات مبكرة وتوقع حصول الائتلاف على ضعف عدد المقاعد الحالية في البرلمان القادم. بمال دو رياكسيون خلينا نتوقفوا بشويه ساعه عند تغيير موقف عبير موسي وانضمامها لتشكيل الحكومه وزاد حتى تصريحات سيف الدين مخلوف المثيره للجدل يهمكم ولا ما يهمكمش يلا قولوا لي حتى اوغالمون يهمنا يهمها مجدولين يهموا الكابتن شكيب ما يهمنيش ما يهم بوغ اون فوا مانيش مصدقه مانيش مصدقه اللي يمشي ولا يحكي في الفن وفي المسلسلات وفي الدراما وفي لا وانا نحكي في السياسه انت ما يهمكش البارح تمهميش توا ما يهمكش اي ما يهمني تعبت منهم والله تعبت اما كوميم نحكي شويه خاطر التحليل نتاعي مهم ياسر بارك الله فيك فتح الله وتمهميش تاع البارح كلفتني حاجه الله يهديكم وتو زاد تمهميش نتاعك جيت مخ جيتش مخر جيت في الوقت ما كاتبها انا البارح يوم ميلاد زوجتي يوم ميلاد ابني من جويوز انيفرسير يعمل لي ضربه من غادي ما تقوليش ما جبتلهاش الورد والجاتو لا 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 هذيك امورنا ما تعرف شو اي ما قلنا كابتن بوسكم برشا بوسكم برشا جايين محمد حب يحطها في راسك انت ورد حقنا ليش Happy birthday to you. ربي يفضلها يا ربي يفضلهم لك الزوز يا كابتن اسمعني من الاخر كابتن قداش تكلفت الحكايه البارح والله في الاوف خاطر كي لعبت في الدروس اسمع كان يا كابتن كان حق اعتذار قل لي يلا ملا قبل ما ناخذ ارائكم في المساله هذه ومساله تشكيل الحكومه والمواقف المختلفه اكيد السبعه وربع يجينا الالفه في اخبار الكياسات ولا فوت خفيك صباح الورد الفه صباح يلا الكلمه ليك 7:17 دقيقه رجعنا لكم وكنا نحكيوا على المواقف من مشاورات تشكيل الحكومه حكينا حتى على تصريحات مخلوف عقب لقائه بالمشيشي خلينا نذكروا فقط شغال مانيش متفائلين برشا لحد اللحظه ثم نوع من الاصرار على انها تكون حكومه ما يعرفهاش الشعب التونسي قد تكون حكومه الرئيس اثنين وشفنا حكومه الرئيس الاولى ما تحملش مسؤوليتها السيد رئيس الجمهوريه ولم يعتذر على الاختيار وثبت لنا انه السيد فخفاخ لم يكن الاقدر ان شاء الله نقولوا السيد المشيشي ما يكونش الاعجز على شغل هذا المنصب نتوقف عند الموقفين هذوما وباش تجي مواقف اخرى شكيب نبدا معاك كيفاش عبير موسي كان شرطها واضح دونك كي اتجه نحو حكومه كفاءات مستقله انضمت الى المشاورات لكن وكانه بدا التحضير لانتخابات مبكره على الاقل في توجه الكتل البرلمانيه وتصريحات رؤسائها انا فيما يهم عبير انا معاه اللي يقول انه عبير واضحه معناها تمام الوضوح المرأة خطية لا تميل لا على اليمين لا على اليسار هذاك الخط نتاعها تجيبش حكومة المتردية والنطيحة وما أكل السبع حكومة السقاطة كما يقولوا ما فيهاش نهضة تدز معاها عبير موسي وتساندها هذاك هو الرأي نتاعها على الحيط اي شوف عندك سخانه ولا لا لا ما عنديش سخانه في موقف من عبير موسي خليه يواصل يا بنتي انت بتمهمش تاعك تفضل شكيب هذيك عبير والطريف انه تحكي ديما على برنامج والصراحه انه فيما يخص برنامجها فما حاجه طريفه لاني انا شهدت عليها معنا هي المراه ما عندها حتى برنامج ما عندها حتى برنامج المراه ما في حتى شيء لا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا هم يحزنوا نادت المعز الجودي قتلوا حب برنامج على شكون عبير موسى جاسي معز الجودي قالها شوف نوع من المقاوله ولا المناوله البرمجيه من الباطن معناها فضلك فماشي حاجه بري ابورتيش قال لها معز الجودي هذا راه موثقه في تسجيلات معناها قال لها انا نعطيك برنامج لكن ما تمسي فيه حتى شعره تغير فيه حتى شيء قالت له اللهم بارك معناها خذات برنامج كيما هو من سي معز الجودي ما غيرت فيه حتى شيء ايش معناها تقول تسجيلات
لا لا معنا قالوا هذا في الهواء قالوا معز الجودي معنا مش في الأوف ولا في الكولوار وكذا لا لا قالوا 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 وانا في الاعتذار مرة أخرى يا شكيل لا 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 مرة صار تعتذرنا أما 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 قالوا معز الجودي بمعنى أنه عنا ناس برنامجها الوحيد هي الضدية مع حركة النهضة وتقديري مش هذا اللي بشي عمر البلاد وبشي خرجنا من الزمة ولا من ذيقة هذه هذا فيما يهم عبير موسى فيما يهم سيف الدين مخلوف وإئتلاف الكرام طريف سيف الدين مخلوف بمعنى أنا التصريح ذولي على إيه فهم كي تسمع من قوله لآخر بنتيجة القفلة بتاعه طريفة ياسر قال دعوها فإنها مأمورة دعوها فإنها مأمورة وكأنه الراجل يحيل على الناقة اللي في المدينة اللي النبي قال دعوها فإنها مأمورة بشي عين مكان المسجد النبوي وكأنه سيف الدين مخلوف يقول هل الظروف والسياقات هذه وما يحصل كأنه بشي سوق الناقة متاعنا إلى انتصار وتمكين انتخابي ما نحكيه على بغلة قيس سعيد ولا اليوم مش نحكيه على ناقة ائتلاف الكرامة وناقة سيف الدين مخلوف ولكن هم يحكيوا على حاجة يبدو لي أنه بش تحرج برشا النهضة لأنه اليوم تقول راو لو مشينا الانتخابات سابقة لوانا وانا تقدير ان تخويف وتهويش وتهديد ولا اكثر ولا اقل ولكن اش معناها انك بجيب 50 مقعد وستين مقعد لو صح هذا معناته بشتاخذ من خزان حركة النهضة مش من خزان اخر على الارض الانتخابية غدويكا بصير منافسة قوية وشرسة بين ائتلاف الكرامة وبين حركة النهضة اذا بشي فك من خزان حركة النهضة ولكن غدوة نسكر بهذه مش تلقى اذا صحت الاستطلاعات هذه وهالاقاويل هذه والتوقعات غدوة بش تلقى برلمان بين قصوويين معنا قصووية عبير موسي وقصووية ائتلاف الكرامة بمعنى برلمان من غير يسار ومن غير وسط وهذه المشكلة نكملوا مع المواقف مجدولين شاري نبيل القروي أيضا اللي يقول أنه قيس سعيد اختار حكومة المشيشي وعليه تحمل المسؤولية في ذلك وكل عادة يوصفها بحكومة الرئيس وحركة الشعب على لسان القيادي هيكل مكي يقول خيارات المشيشي في تكوين الحكومة جذابة واعتبر أنه ضرورة تقتضي عليه إقصاء حركة النهضة من الحكومة هو في المشهد الحالي المفروض الجميع يتحمل مسؤوليته أحزاب الكل باش نبدا صعب هيكل مكي نائب من حركه الشعب اللي تبع حتى في مواقفه انسان رصين عنده معنيه من بين النواب اللي ما باعش المبادئ نتاعو واللي حتى اذا كان راجع بعض المواقف بقى وافي للمبادئ الوطنيه نتاعو فهيكل مكي انا معناه نشاطره راي خط البارح حكينا رويزم تقييم اشخاص مش تقييم احزاب خاطر راهو الوزير ينفذ سياسه حكومته المفروضه مش سياسه الاحزاب ويمكن لنا الإشكاليات اللي صارت في بعض الحكومات كانوا فما بعض الوزراء حبوا ينفذوا سياسة أحزابهم هذاك علاش انديريكتومون اللي اليوم برشا عباد دي قوتي من الأحزاب باش نرجع لعبير موسي وفات أنا ديما نحكي على المبادئ والأخلاق في السياسة يقولوا لي راك تحلم اخش بيك تحكي على حاجات ما هيش موجودة خلينا نحكيو على المبادئ مادام برشا يمنوا كونها ما فماش أخلاق في السياسة الثبات على المبادئ حاجة مهمة برشا ينجم واحد يراجع مواقفه لكن ما يزموش برشا اللي يبيعوا يشري مرة أبيض مرة أكحل مهما نختلفوا مع عبير موسي هي من العباد اللي بقت ثابتة على المبادئ متاحة واللي اليوم وقت اللي تحكي راهو ما يزمش أن هذا تكون موجودة راهو لأنه لمدة 10 سنين أنا تو حكيت على برامج حكومة وبرامج أحزاب لمدة 10 سنين عندك شكون بخاتيكما الحزب اللي يحكم كسسوا هو في المرتبة الأولى ولا الثانية هو حزب حركة النهضة التجمعين حكموا في البلاد من 2000 أنا قلت لك الأولى ولا الثانية التجمعين اللي كانوا معاه وعرفات أي ما استقطبتهم مع حركة عبير موسي وعرفات عبير موسي ما دخلوا حركة النهضة التجمعين باجي قيس سبسي مش تجمعي على دستوري لا أبغى المبزع موشي تجمعي على دستوري لا لا كلها وزارة حبيب الصيد شكونه مش تجمعي حبيب الصيد وخدم في دواوين وزارة التجمعين التجمع موجودين في الأحزاب الكل معناها التجمع اليوم موجودين في الأحزاب الكل دون استثناء معناها أنا اليوم اللي يجي يقول لي التجمع أقول له بربي كفانا مش عليك أنت شكي به نفاق سياسي على الأحزاب نحكي هو راهو حتى رئيس حركة النهضة نفسه راشد الغنوشي في آخر تصريحات ليه في حفل المعايدة قال معناها مشكلته ما هوش مع التجمعيين اللي ثم فيهم برشا نظاف واللي هما موجودين ومارسوا حتى السلطة لكن مشكلته بالتحديد مع هذه مع عبير موسي السمكة الحمراء كما يقولوا ذكرتنا قصيرة أنا عبير موسي نعرفها مليح ورد بالك تقول راهي ما باعتش وما شريتش المرأة تبيع وتشري وانا اتذكر وقت بن علي
كانت المرأة هذية تطغى حتى على المحامين التجمعين وغوصت وعبيت جيبها من مؤسسات عمومية كانت تستأثر وتستبد بنيابتها مشيش بتقول راو فبعدش مشريت فلا الأخر هي تحب تتغذى لا فما تعرف فما وثائق ومعطيات أنا مرة حتى واجهتها مجموعة اختار بدخل معها كبير برش من بعد هي عندها الضدية مع أمر يخصها تتغذى من ذاك أمر يخصها شكيم شكيم مبادئ وقيم وأخلاق لكن في أمين الشعب حطت فيها ثقتها وانتخبتها عبر الصندوق وانا نقدر الاختيارات هذيك وانا نقول لك اللي كبر من راس عبير موسي زادة برشا خيبات وبرشا فشل صارت تخذت منها عبير موسي أما نقولوش مبادئ وأخلاق عبير موسي كنا نحكيه على المبادئ برب اللي عنده حاجة على عبير موسي يمشي للقضاء لا قلت وريتها لها وما لم تقول لها لنا شو نقول يظهر لي باش نعمل أمتي غابيل كلنا تفرجنا في المناظرات التلفزية متاع اللي ترشحوا للانتخابات الرئاسية متاع كيف كيف بعض النواب في البرامج التلفزية وتونسي ما عنده من الذكاء ومن الذاكرة ما يكفي باش يتذكر شفيه برنامج عبير موسي شفيه برنامج الأحزاب الأخرى وباش يعرف شكون عرف المتخيز برامجه وشكون وقت اللي يسأله سؤال ما يلقى ما يحكي بلا مجلد تذكرش حاجة من برنامج عبير موسي بالله عندك شي حاجه في الحلقه مره على عبير موسي وعلى السيسي في الفوسفات يعاد شويه شنو المشكل اي لا جوست سيريوز لا نقول لك ما تمسوش ما حتى حد مقدس خط احمر عبير نقول لك حاجه ما فما حتى حد مقدس يعني عبير ولا انا غير نحكي على المواطنه المواطن عنده من الذكاء الخارق اللي يفرق بين الاخلاق والمبادئ عبد عنده اخلاق شعبويه عنده نحكي انا قاعده نأيد في كلامك ونأيد في كلامها اخلاق حاجه ومبادئ حاجه الاخلاق والمبادئ المواطن نجم يحكم ولا باش نرجع لكم فقط نذكر بتصريحات نبيلة القروي ونرجع اكيد للنقاش تفضلوا علاش نعملوا في الانتخابات باش نجيبوا بعض كفاءات ومكلف وكل شيء علاش نعملوا فيها ولينا في محسوب ولينا توا اليوم في نظام رئاسي هذه حكومه رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه هو اختارها اختار التمشي هذايا يلزمو ياخذ مسؤوليته ما خذاش مسؤوليته في حكومه الفخفاخ به يلا يلزمو ياخذ مسؤوليته يا كابتن وانا مقبله ان نتفرج فيك حاط يده على خده يسمع في مجدولين ويسمع في شكيب وهايم كابتن خلينا النقاش نسمع بعضنا بعض نتكلموا وين يا شكيب مانيش ما نعيشش فرد بلاد انا وياك شو ريت علاش الشعب شو منعيش فرد بلاد شو ريت علاش المواطن نعطيك الاندريسه تاعي ريت علاش المواطن فد من السياسه فد من الايديولوجيه وفد من هذه الكراهيه والعداوه بين بعضكم يا ولدي وين ماشي هزيتوا البلاد بالعرك نتاعكم يا سيدي التونسي تو اللي ماشي تو في الكهرباء يختم واللي ماخو الكار واكل الفلاح هذيك مسيك صدقني على بالي يا كابتن يسمع فينا تو لا لا مش اسمع واكل الفلاح اللي ماشي ربي معناها يعلم بها وش يهمها في التجمعي والوسطي واليساري والعشوة والثعالبي والحديثي يا وليدي يجي يقول لكم براوي اخويا البلاد اخرى كلكم لموا بعضكم واعملوا مراجعه واعملوا هدنة مع بعضكم واعملوا مصالحة يا ودي راه البلاد مشيت مستحيل حاجة أخرى حاجة أخرى أخوي العزيز حاجة أخرى شو عبير موسى حب من حب وكره من كره معنيها عملت لكم مهميشة كبيرة ما فهمتش عليش عبير بيها عبير نعرف شنو عبير عبيت جيوبها بالفلوس هاي النهضة مهميشة زي كابتن هو النهضة زي دقيقة يا كابتن شو معناتها عبيت فلوسها بالفلوس وعبيت وكانت تو 10 سنين مش عباوا جيوبهم عباوا الدنيا الكل واستكروا شو الناس كل عبيت والناس الكل عايش كل يقولش العكس هذي برا عبير الناس كل اللي حط ايكم خي عبير خليه يوصل انا ما قصيت على حد بين عبير والاخرين الوعود الكاذبة والزائفة والشعبوية والفولكلورية والغير مدروسة الكل تورط ما معنى الكل تورط وقت النهضة تقول أنا عمري ما نتحالف مع القروي وقت جماعة القروي يحلفوا على القرآن ويقولوا عمرنا ما نتحالفوا مع النهضة وقت الباجي قيس سبسي الله يرحمه يقول خطان شو متوازيان لا يلتقيان والتقيا في آخر الأمر فالتقيا بالبوس والتعنيق والدنيا كل شو رانا فدينا والشعب مل بلا كلمه على الفلكلوريه لا انا خاطر اتفاعل معك لا انا اسمع لا نحب اتفاعل معك انا خليتك تخرجني من البلاد انا خليتك تتكلم لا على الفلكلوريه لا عبير موسي سيده الفلكلوريه اسمعني عاد خليني اقول لك استنى اتكلم لا هذه وتفاعل معايا فيها عبير موسي هي سيده الفلكلوريه في البلاد جايبه طبال وزكار ويا عبير حبل كبير وما اعرف شنو خليه يجاوبك يا شيخ ريت بحلاكم شدين في الشك
مشكل، في عبير في زغراته، في على حصان الأولانية تو في الواحد السنداج الواحد. شو إيش من عركتها مع الأطفال؟ إيش قالك عشوي؟ يزيونا من الكراهية، أسمع يزيونا من الكراهية ويزيونا من الأنانية ويزيونا من الدغمائية. راهو الشعب التونسي مش لاهي بيكم يا أسمع، بوزيت ديكونكتي دو لا رياليتي، بوزيت دون ديني توتال، معناها في بيها وحلي. هاي يا سيدي قد ما تسبوا عبير، وانا راه ما عندي حاجه مع عبير، قد ما تسبوا عبير ويطلع امخيكم من عبير تلهيو. شوف لا جيتك جيت وقت الاخبار كابتن، وقت الاخبار وقت الاخبار. دقيقه دقيقه، برنامج كابتن 10 سنين ولا واحد عمل برنامج هذه مسمار شحال، واضح. باش نرجعوا للموضوع، قول لي انا هو 37 دقيقه عنده برنامج 37 دقيقه. نوصلوا لاي اف ام اكسبريس مع اميره العجيلي. صباح الورد اميره. صباح النور. يلا الكلمه ليك. اي اف ام احلى راديو 37 دقيقه. هوني حامي عندنا في الاستوديو، النقاش مازال متواصل. اي شكيب عندك 10 ثواني قبل ما نعطي الخبر. الصراحه ما في كلمه، الكابتن اليوم لابس بنفسجي وخرج العبير اللي فيه ويحب يعبينا في شقف قال شنو برمشوا عملوا مراجعات وخلي عبير لهنا. يا كابتن اذا عبرت خربت في البلاد. شو باش نقول لك حاجه، انا لابس بنفسجي، انا باش نعطيه تو درس في ما نعرفش فيش يا ربي ان شاء الله يجي وقت سنة. ريت هذا، ريت اللون هذايا 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 لون السيكلما عايشك السيكلما هذه النبات الوحيد الموجودة في العالم في حمام الانفي اللي هي لونها هكا السيكلما. مش نعلمك انا حاجة جديدة اسم السيكلما الموجودة. تحية لمتابعينا في حمام الانفي. انا لم اخرج ما عبير فيه، انا توسيا منتي تخرج مش في النهضة بركة فيك، معناها امور اخرى. تو سامحني لا شو امور اخرى، لا 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 مش النقاش خاطر ما يتمنيش. هاك جاوبتو هاك جاوبتو كابتن جاوبتو. ما يتمنيش اللي انا ما حتى حد لا عبير ولا اخت عبير ولا حومة عبير. واضح. خوله انا خوله يهمك ولا ما يهمكش انت ساعه انا هيا ما يهمنيش خاطر غدوه عيدي. غدوه عيدي المراه ونتشاوي انا مراه وفرحانه لان مراه دونك غدوه عيدي ما يهمنيش ياسر. اما جوست نحب نقول حاجه بركة الكابتن تو الكابتن تقول انا الشعب ما يهموش وما يهموش فيهم الكل وزاد ديكونكتي وشا خلينا نكمل وما يهموش في التجاذبات السياسيه وكل. اما نزوا عبير ونحطوها وحدها، شعب ما يهموش راه ما يهموش في عبير، ما يهموش في النهضه، ما يهموش في التيار، ما يهموش في التجاذبات كل، مش عبير نحطوها في اطار وحدها وقول ليه انت كي تكلمت انت قلت شعب ما يهموش، اما مشكلتكم عبير معناتها انت حسيت عبير ان كا افاق، معناتها الشعب ما يهموش في الدنيا الكل وعبير راهو اون بارل با دي. لا 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 خلينا نكمل، لا خلينا نكمل هنا نتفاعل. سي لي مان لا خلينا نكمل انا جمله جمله بروسي دانتونسيون. لا هي جمله خلينا نكملها. لا انا عايش لا 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 أيه. انا قلت لك سكو جيمشي توا وهكا أيه. كتبت لي انت ناطخ أيه. واللي انت ديما مع الشعب أيه. واللي انت أيه. يقول شكيب شعباوي ولا اللي هو عليك انت ولا عليك لا شعبي مش شعباوي فما فرق اي اونسونفو بوبيليري بوبيليست اون ديفيرونس فوالا اوكي اونسونفو به أيه. المهم اللي انت ناطخ اما توا حتى اللي يسمع فينا وانا قاعده مقبل أيه. نسمع فيكم تو باغي با ناطخ لا خاطر يتكلموا على عبير لا لا خاطر يتكلموا على عبير ماكش ناطخ هو 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 رد عبير شو كابتن انا قلت لك من الاول راهو المواطن التونسي اسمعني اسمعني لا يهمه لا يهمه لا في الثعالبي ولا يهمه لا في الوسط ولا في التجمع ولا عبير ولا النهضة ولا نح مهمه في حد مهم يا كابتن كابتن انا نحبك نحب نقول راني ما يهمنيش غدوه عيدي وعلى الفازه باش نحط لكم لا 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 يا ملاك لا لا, لا لا ما نخليش الامور تتعدى ذي ان بروسيد ان طونسيون هذاك بها سي شاكيل وهذاك معناه نعرفوا سبيساليست وبروفيسيونيل ليه ليه يا كابتن والله عندي عندي معزه خاصه لي لا اتهمتك بعبيد ولا قلت راك خرجت عن حياتك عندي بعض قناعات في شيء ناقش شاكيب 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 والكابتن شاكيب والكابتن اون سو كالم يلا لا انا بيدي كالم ساهر اللي العباد اللي نعرفهم اللي قلت لهم نستبعد قلب الذيب سنين نستبعد قلب الذيب سنين والمعنية بالأمر حاضرة معانا وهي بنت البرنامج أعطينا أعطينا بيتا كيفاش يجاوبوا معناتها عزيز جبالي صديق وعزيز نحبه برشا وهادي ومثل مثل في قلب الذيب هو حبي في قلب الذيب انا جنينه وهو هادي معناتها الحقيقه احنا كحكينا في على السيزون 2 قلنا لي عزيز مازلنا ما نعرفوش باش ما نحرقش الواحد اما
بيهتا كيفاش العبيد يديسيد وقاعدين يحكيوا في مسلسل والمنجة نتاع المسلسل موجودة وما تكلمتش عليه وما عملت حتى ديكلاراسيون. وهذه فرصة باش توضح. لا هو أنا ما نحبش توا ما نحبش نعطي لانفورماسيون ولا سكوب ولا اللي هو، أما راهو يا بيرسون كي بو ديسيدي ويقول قلب الذيب فما ولا ما فماش. دونك زملائي وأعزائي أصحابي العبيد مثل قلب الذيب كسوسوا دي تكنيسيان ولا ممثلين ولا تكنيسيان خدموا في قلب الذيب وكل من بعيد ولا من قريب عندهم علاقة بقلب الذيب بربي 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 ما تحكيوش على قلب الذيب في حتى ديكلاراسيون اسكو موجودة مش موجود، خاطر الوحيدة اللي عندها الحق تكلم فيه هي المنجة، الشركة المنجة اللي ممثلها القانوني خولة السيماني. ونزيدك حاجة أخرى سكوب، راهو احنا اوني اون تران دو ريفيزي الحكاية والسيناريو والأون نيغوسياسيون باش يتعاود قلب الذيب دو بوتيتر أون نيغوسياسيون جدي بيان أون نيغوسياسيون، وهذا بين الشركة المنجة والتلفزة الوطنية. واضح به. برشا عباد زادة تسأل فيا عليك خولة سليماني، أنت وجودك في التلفزة سنة والموسم جديد نعرفوا لي صعيب باش نراوك في الحوار التونسي، دونك الناس اللي تحبك واللي قاعدة تتبع فيك قاعدة تسأل وين باش نشوفوا خولة سليماني العام الجاي؟ بأن توكا جديد 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 وحاجة اون بروميير ما صارتش، أما خلي توا ما نحبش نتكلم عليها. وين باش تكون؟ وين باش تكون؟ مثال شعطينا سكوب. لا لا ما نجمش نقول وين باش تكون. أن توكا قناة أخرى مش قناة الحوار التونسي، وقناة تونسية. أي قناة تونسية وقناة زيدا أي وقناة شو كابتن أي كابتن من غير ما تري بالكاميرا. وقناة زيدا عندها شين وعندها أودونس وعندها كل شيء وقناة محترمة. زعما نقولوا العام الجاي أنا وياك زملاء في نفس القناة. يمكن يمكن يلا برنامج شنو عيد برنامج برنامج ديني لا لا مش ديني لا قلت لك علاش قلت ديريكتومون برنامج ديني ما كنتش ديغوني لا معليش اخترت ديريكتومون ديني عطيني برشا لا لا في مصر في مصر فما ممثلات معروفات ينشطوا في برامج دينيه في رمضان لا هو برنامج ان توكا سي اون بروميير عمرها ما صارت في تونس حاجه جديده على الاخر وحاجه غرونديوز وباش تراو خوله في الكونسيبت شنو هو جو سخي لانيماتريس ما نحبش نقول لكم كونسيبت اما جو سخي لانيماتريس هو يا بلوزيور بروجي راهو بلوزيور بروجي جيان كور الحمد لله يا ربي كيما قال لي فما واحد زميلي كان يخدم في قناه الحوار وبعد خرج قال لي راه باش تحل جوينحك وتي فا تو روندر كونت لي جوينحك تو باش تحل بالحق اي سي سكي سي اون تران سو باسي الحمد لله يا ربي برشا بروبوزيسيون باش تراوني في جديد 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 واللي فان نتاعي وكل راهو ما نطمنوكم تلقاوني بخاتمين ماهيش باش نبعث مجدولي بون كوراج اما انا فما كلمه عجبتني في خوله خاطر وقت حكينا في الاوف كي قالت راه فما ريفيزيون باش يعملوها خاطر انا بون قلب ذيب بوغ اتر اونيت فرشت حلقتين وكاو مي نسبيا يعني ما كانش فما رضا وكانت فما عده انتقادات سورتو خاطر احنا فما حساسيه اونفير تاريخ تونس فنتمنى غير وقتها ماهوش مسلسل تاريخي راهو اما لا سي معناها الفلاجه تاريخي هو سي لا فيكسيون في زمن معين دونك سي تري امبورتون التقييم والمراجعه بوغ او موا هاكا واحد يتعدى الغلاط. ان توكا كان فما قلب الذيب اثنين هو باش نعطيكم زاد سكوب اخر راهو سخا كيلكو شوز تخي غرونديوز وبتيت راهو باش يكون حاجه بين بلدين. بين بلدين. ربي يشوف دور الشكيب. شكيب خليك انا ماك عبيتي في شقه مش عبيت توا بالهدوء يا شكيب معنا السيناريو يا شكيب توا بالهدوء انت قلت لي على البنفسجي على البنفسجي وانت عندك وانت عندك نهارين وجيت بالبنفسجي لا وردي معناها مش قلت ليه ليه استنى خاش انت نضحكوا توا معناها حلال شو حلال عليك حلال عليك مش غضبتني والله البروسيد انتونسيون لا والله والله كبرها انا كنت تعرف كبتر مش عارفك من اليوم يضر نحكيو على الفن احنا اليوم كبرهاش ما تكبرهاش على الفن ويزينا لا 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 هو احنا غدوه عيدي غدوه عيدي راهو جوست مو يا كابتن غدوه عيد المراه يا كابتن عيد المراه غدوه عيد المراه يا كابتن عيد المراه اللي معناها الوعود الكاذبه في كل انتخابات استعملوا المراه استعملوا المراه وعمرهم محلاها المراه مش فما ولا فما شو يقولوا هما يقوموا فما مش قال الاخر هو نتاع مدنيين فما من غادي ولا شنو يقول لك فما شنو قال هو تيك اللي جابوه قال فما الحلاوه من غادي ولا شيخه من غادي ولا ما عادش حد سي مسكيت الشيخه ما فهمش فيها اكثر 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 من الجمال من غادي اكثر شيء من هناك انا عارف صديق مجدولين اكثر على العموم يا ربي ان شاء الله ديما اعياد البارح عيد ميلاد المدام ربي يفضلها كيف ولدي حمها غدوه عيد المراه التونسيه ولدك ربي يفضله لك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ايامنا وحياتنا ودنيتنا الكل فرحه وهذايا اللي نحبوها
وبالعكس حتى راهي المشاكسات اللي قاعده تصير ما بيناتكم في كنف الاخوه ونعرفوا كي نخرجوا في الاوف فجاني محلين لا عمل عرفك خلاني يعني يا اخي كابتن نعرفوه نعرفوه كابتن عنده روح رياضيه عاليه راه لا تفسدوا للودي قضيه اكزاكتوم 47 دقيقه على يا فام احلى غاديو احلى غاديو مع احلى الفه تو انا فوت خفيك يا فام احلى غاديو نوصلوا معاكم في ساعتنا الاولى من 9 للـ 9 او لا 7 و 49 دقيقه شبيك ساعتنا الاولى السعيده سعيده وان شاء الله يا ربي ايامتنا كلها سعاده ما تخافش مادامني انا هوني نضمن لكم السعاده وما نخليكمش حتى الكلاش هذاكم بالعكس احنا الاختلاف لا يفسد للودي قضيه يا كابتن هكا ولا لا شو الديمقراطية هي احترام الأقلية مازال زرق الكابتن ما يترش كيفاش يا كابتن اش قولك الخبر اللي الموالي ونعرف اللي انت بديت هالحملة هذه انك ديما تنادي اللي نخرجوا من الكونتكست هذايا الصعيب وردوا بالنا والوعي يرجع بارابور للكورونا فيروس وهذا الاهم ما صحة المواطن مش المواطن اللي احنا اللي احنا يعني. كل واحد يمثله بوجهة نظر مختلفة في الاستوديو هذا مليك عاد ذي والله الحق هو هو اول المبادرين حتى في البلاتو هذايا اول مبادرين بإعادة الكمامة اول مبادرين بإعادة الجل وأول القنادين بالحفاظ على سلامة على وعي المواطن والمواطن بربي البسوا لي بافيت البسوا لي ماسك حطوا جيل وكل يا أخي كابتن ولا يجيب الماسك لا هو أول مبادرين وأنا شاهدة إيش قال لكم تونس تغير تصنيف دول فرنسا وبلجيكا وأيسلندا من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي هذا اللي أقره المجلس الوزاري البارح مع جملة من القرارات والإجراءات الوقائية الجديدة بخصوص الكوفيد الكوفيد 19 في العالم وتصنيف هذا يترتب عليه خضوع القادمين من البلدان اللي سميتها لشروط الدخول إلى تونس بتحليل مخبري PCR قبل 72 ساعة من تاريخ السفر على ألا يتجاوز 120 ساعة عند الوصول لبلادنا مع ضرورة الالتزام بالحجر الذاتي حاجة أخرى وزارة الصحة أيضا تعلن عن إجبارية ارتداء الكمامات بهذه الأماكن ونذكر راولي وزارة الصحة أعلنت على تسجيل 18 حالة عدوى محلية بالكورونا البارحة يهمكم ولا ما يهمكمش نتصور يهمكم الكاملة مجدولين فضل الكلمة ليك شوف احنا دايور كان لاحظت البريود اللي فاتت براتيكمون كل حصة اللي نحكيو فيها على الاجراءات الوقائيه اللي ميم قلنا فات اتونسيون والوضع بدا يختل كريمه بدا يخوف فاليوم اجباريه ارتداء الكمامات انا نتمنى تكون فما اليات الرقابه والمتابعه على خاطر شوف اليوم كي تحط معني في الفضاءات هذه المؤسسات هذه واجب الاجباريه نتاع الارتداء يلزمك توفر نقاط البيع يلزم زاده اللي السعر نتاعها يكون رمزي سمعنا وصل 12% مجدولين من 500 وصل 12% فوالا هذاك علاش حكيت على المراقبه نتاع الاسعار مهم جدا المراقبه نتاع الاسعار لهنا يلزم تتجند وزاره التجاره ميم كان لازم وزارات الداخليه معناها اللي بور كونترولي لا سيتياسيون اكثر وزاره النقل في كل نقطه اللي حطوها كونها اجباريه حمل الكمامات راهو مش يلبسها لبرا خاطر انا قبل ما يحطوا الاجباريه صارت يعني في في غروند سيرفاس يقول لك ما تدخل الا ما تلبس الماسك شريت ولبست تدخل لداخل تلقى شطرهم نحين الماسك نحي بالضبط صحيح. صحيح صحيح اذا كان انت جوست اللي تعمل كنترول في اللاكسي ومن بعد عم بحرك يظهر لك الوقت ما عندها حتى داعي الاجراءات هذه شو انا مبروك لتونس اصبحت من الدول العظمى والكبرى اللي اصبحت تتصنف في دول اخرى وهذا اللي يلزم فهمتني ولكن السؤال توا مجدولين قالت الاهم الامور وين البافيت وين 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 ما عايشكم انا ريت ريت حاله انا كنت شاهد عليها اللي معناها مواطن طلب من بنيه باش تعطيه الماسك باش يدخل صندوق الواحد تاع الاجتماعي معناها كيفاش نبدلوا الماسكوات بقى حاجه اخرى انا نحب نعرف واحنا وين مصنفين تونس اذا احنا قاعدين نصنفوا في الناس مو قولوا انتم زاد قولوا لنا احنا وين خير من احنا وين احنا وين الامور اختيره اكثر ولا اقل يتكلموا على كونفينمون جديد يتكلموا على باش يسكروا معناها جهات وربي وربي يحمي تونس ان شاء الله يا ربي فقط نذكر ما دامنا احنا في الموجه العالميه هذه والخبر السار اللي جانا هنهارين من روسيا ثم مستجدات بارابور سا موسكو تعلن البارح على انه 20 دوله تحجز مليار جرعه من اللقاح ضد الكورونا المرحله الثالثه ايضا من التجارب باش تبدا اليوم الاربعاء مع ان مع العلم انه الانتاج الصناعي باش يبدا في سبتمبر القادم وباش يتم تسميته شكيب سبوتنيك
تيمنا باسم القمر الصناعي السوفيتي، أول مركبة فضائية وضعت في المدار، استثمار في المنحة الإيجابي لكل شيء بالنسبة للدول العظمى من قبيل روسيا. يعني ما خلتش مرور الكرام إنها تتوصل، ما ردش الحكاية يعني مرور الكرام إنها تتوصل للقاح هذايا، لا وزيد سميته باسم نجاح روسي سابق. إيه ما يفرح وما يفرحش بالمناسبة. علاش؟ صحيح الروس يبدو أنه سبقوا، بوتين حاب يطمن كل العالم معناها حقن بنته معناها بجرعة من هاللقاح هذا، باش يقول راهو لقاح آمن وتتوفر فيه كل معايير السلامة. أي ولكن سامحني، قداش هاللقاح هذا الفاكسان هذا؟ تو فما يحكيوا في القيمة السوقية للي فاكسان هذوما على الأقل قاعدين يشتغلوا عليها، تعرف كابتن بقداش؟ توصل 70 دولار. الفاكسان 70 دولار، معناها أنت كيفاش باش تأمن اليوم اللقاح القرابة ما عرفش قداش أنا في العالم؟ سبعة مليار ولا أكثر ممكن حتى. سيت أن أنجو بوليتيك. كيفاش باش تأمن هالمليارات نتاع الناس هذوما لقاح في متناول معناها الجيب وفي متناول تونس؟ الفاكسان أرخص راهو من 70 دولار قلت لك، تو اللي يشتغلوا عليها. اللقاح تو اللي يشتغلوا عليه كيما موديرنا وسانوفي في فرنسا ب 70 دولار للساعه هذه، بمعنى انه اليوم التوانسه نحن بالاحتياطي النقدي اللي فما شح تاع عمله اجنبيه غالي برشا، ومتاع كيفاش نحن اليوم باش نجيبوا نشريوا لقاح باش نعمموه على كل التوانسه؟ يظهر لي اللقاح هذا باش يخص كان دول الثريه اللي عندها فلوس اللي تهون على ناسها، الدول اللي ما في حلهاش، الزواوله اللي الفقره كما يقولوا، هذوما يبدو انه باش يستنوا اشهر واشهر قبل ما يلقحوا باللقاح هذا ولا بغير اللقاح هذا. خوله انا ساعه باش نرجع للديسيزيون نتاع المجلس الوزاري، المجلس الوزاري على البيزون اورانج، والله فوميو تار كو جامي معناتها، وقيد فلي الفير ديجا من الاول، خاطر برشا بلدان زون فيرت كيما سويسرا مثلا، ولا انا نحب نعرف مثلا سويسرا سور كيل باز يحطوا زون فيرت، الوغ كو كل يوم كل يوم كل يوم اونتر 200 و 300 كا معناتها، وما فماش توا بداوا بور دو ماسك اوبليغاتوار، ولاو معناتها لي ميزور دو سيكوريتي خذوها توا عندهم يمكن ثلاثة جمعات ولا قداش، اما قبل كان العالم الكل يعيش عادي، الناس الكل تخرج، ما فماش ماسك، فماش معناتها تدخل الريستورون تقعد باهت، ما فماش حتى جانب، فما حتى شيء، وصنفوها بورتون هي بلدي الثاني معناتها، صنفوها معناتها بيز ان فيغ كابتن يضحك. صنفوها بأما لا خاطر تونس عندي أهم معناتها هوني نعيش أنا وعائلتي وكل، دوكا سور كيل باز يصنفوا هذا؟ أنا عطيتك أن إكزومبل خاطر أنا مشيت لسويسرا وشفت، وكي تدخل من غير حتى تيست من غير حتى شيء سو ني با أوبليغاتوار، كيف بيي زون أورانج يقول لك أن تيست بي سي آر أوبليغاتوار 72 قبل، بي 72 أونتر تون أنت عملت تيست، أونتر تون تنجم تتعدى، تنجم في المطار تمس أي حاجة، تنجم قبل المطار وأنت ماشي 72 كاملين معناتها كي سون سوفيزون باش تصير الكونتاميناسيون بالفيروس بالكوفيد 19. كيفاش انت تضمن العبد اللي يدخل لك ماهوش مريض؟ وان بلوس البي زون اورانج هما حطوا زادوا فرنسا وكل راهو ماهوش اوبليغاتوار كونفينمون، ما تجيب لهم جوست تيست وتروح على روحك. عزل ذاتي ما ليه؟ عزل ذاتي ماهوش اوبليغاتوار. لا هو قالوا عزل ذاتي مش حجر اجباري. لا اي عزل ذاتي، اما كيف ماهوش معناتها تنجم تقعد في دارك، تنجم تقعد في دارك معناتها دو سمان ولا دي جو كيما تنجم لي كيما تنجم لي انت حر، فهمت معناتها؟ حتى بالديسيزيون هذيا جو تروف كو لي ميزور دو سيكوريتي مازالوا ما خذوهمش كوم يلفو، رانا معناتها دخلونا قداش احنا نشجعوا السياحه، ما دخلونا برشا 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 دي فرونسي بيريود اللي فاتت، ايطاليا كيف زون فيرت جو سي با سور كيل باز معناتها، انا نحب نفهم يفسرونا برك خاطرنا كمواطنة عاديه ندخل ديما للسيت كيما توا كنت مع شكيب، ندخل ديما نحب نشوف انهم لي بي زون فيرت زون اورانج زون روج، نحب نفهم سور كيل باز باش نعرف انا بدي انا البلاد نسافر لها ونمشي لها معناتها توت اون ايتون سيكوريتي، معناتها يفسرونا يعملنا ان كومونيكي يفسروا سور كيل باز قاعدين ياخذوا في لي ميزور هذوما. حاجه اخرى باش نقعد اوبتيميست انا مش كيما شكيب، نقول الحمد لله ديجا اللي لقاو فيروس على خاطر براسك لا خاطر انت رايك هو الاخرين وتحكي في الحكايه هذايا على الفاكسان معناتها جو ريستوري اوبتيميست على خاطر ديجا كانت مشكلتنا يلقاو الفاكسان وقولوا بعد عامين وثلاث سنين وبعام اخر و 2021 وفان 2020 لو فيت ديجا كيلقاو معناتها انتيدوت لقاو ان فاكسان توا تسمى حاجه باهيه على الاخر، من بعد اون فيغا
توت فاسون شاكيب كاين ب 70 دولار ولا ب 20 دولار راهو لي بي ما افريكان ولا افريك الكونتينون افريكان وكل ونور افريك واحد راهو احنا ديما يوصلنا في الاخر ان شاء الله حتى ب 1 دولار راهو احنا المعنيين الاخرين خاطر هما باش يخرجوا اون كونتيتي من الاول كي سرا ديستيني لي بي اللي انت قلت عليهم لاباس عليهم وكل واحنا ديما باش نقعدوا الاخرين حتى وكاين الفاكسان هذايا بلاش ما تسوى سيغ بوتيت كي نوصلوا احنا في الاخر باكش الفاكسان يرخص باكش يولي بلاش دينا احنا باكش يعبيو جيوبهم ويعطيونا الفاكسان اون فيغا اون فيغا نوصلوا ل 57 دقيقة وقيت الميتيو مع ألفا ومن بعد الفلاش انفو مع أميرة العجيبي في مرحلة أولى.